هل يجوز الجمع في السفر قبل أن أتحرك من بلدي؟ لا يجوز ذلك إلا لضرورة قصوى، كان يكون مثلا سافرت الظهر ولن يتوقف الأتوبيس كي تصلي العصر إلا إذا غربت الشمس، حينئذ يجوز للاضطرار والله أعلم. ومستندنا في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر. قيل لابن عباس في ذلك لعله ألا يحج أحدا من أمتي، قال وأنا أظن ذلك.